الحمد لله قدرنا نجمع بعضنا احنا كأشخاص وكزملاء في وقت قصير جدا، مدة 6 أيام أو 7 أيام. قدرنا ولمينا بعضنا وتحدينا، قلنا لازم نجيبوا هذه المرتبة الأولى، والحمد لله ربي ما خيبناش. كنت نتمنى المرتبة الأولى، لكن الفرق كانت جد محترفة، لكن الحمد لله وألف مبروك لكل فرق اللي فازت. عشنا أجواء اختتامية فريدة من نوعها، ذلك بتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف جوائز المهرجان، كذلك قراءة توصيات الملتقى والورشات، إضافة إلى السهرات الفنية لعرفة حضور المع نجوم الأغنية الشوية.